انت عايز دليل على اللي انا بقوله، وانا هحترم كلامك. في كتابه مبارك وزمنه اللي كتبه هيكل، بيحكي هيكل في الجزء ده من كتابه عن فكرة فك التعبئة. وانا مش هبعد بعيد، النهاردة في الشروق خش على بوابة الشروق على النت. معلش يا علي، هات له الشروق دلوقتي، الله يخليك كده، هات الابليكيشن بتاع الشروق ده كده اللي هو على النت، هتلاقي تحت كده فيه حكايات القصور الحلقة 14، خش عليها، ولما هتخش عليها تلاقي الكلام ده مكتوب عليها، حكايات القصور الحلقة 14، عروض كيسنجر لحماية السادات. بيكلم هيكل ان بعد نصر اكتوبر 73 بدأت امريكا تحتضن السادات، فبدأوا يحطوا 3 استراتيجيات لحماية هذا الرجل عشان ما يضيعش منهم الامريكان. ده اللي بيقول الكلام ده هيكل في كتابه مبارك وزمانه. بيقول هيكل في الكتاب ده ان هنري كيسنجر اجتمع بالسادات ونفضه بقى، قال له بص يا معلم تعالى لنا بقى، وحط 3 استراتيجيات: امن شخصي للسادات، وامن اقليمي، وهندسه المجتمع. انا هاخد بس جزء من اللي موجود على الشروق وهرجع اكلمك. بيقول ايه بقى؟ الامن الشخصي للرئيس هو يقتضي اعاده تنظيم حراسه اماكن اقامته في اي مكان واي وقت. الامن الاقليمي للدوله في حركتها على الخطوط الاستراتيجيه تشمل عنصرين: ان يكون البلد تحت مظله منظومه الدفاع الاقليمي اللي بتشرف عليه القياده المركزيه الامريكيه المكلفه بالدفاع عن الشرق الاوسط. انسخ بقيه الكلام بقى. 3 بقى: وبعد الامن الشخصي للرئيس والامن الاقليمي للدوله يجيء الدور ثالثا في خطه كيسنجر على الامن الاجتماعي للنظام، وهو الان يقتضي اعاده الهندسه الاجتماعيه وخلق طبقات جديده تسند التوجهات الجديده باسرع ما يمكن. ايه بقى معناه الكلام ده؟ ده الكلام ده بنشوفه في الشروق النهارده، هتلاقيه على الشروق. يعني كلام كيسنجر عن اعاده هندسه المجتمع بيفكرنا بالكلام اللي قلناه لكم من نفس الكتاب، ان الزعماء العرب بعد حرب اكتوبر 3 ملوك اجتمعوا على ضرورة فك تعبئة المجتمع. يعني المجتمع كان متنشن ومتضايق، وحكاية فلسطين ماسكة في المجتمعات العربية. الثلاث ملوك العرب اللي ذكرهم هيكل في الكتاب بتاعه اجتمعوا كده وقالوا لازم نفك تنشنة المجتمع دي، يعني نفك حكاية فلسطين دي، وبدأوا يشتغلوا على كده. فكرة فلسطين دي نقول بقى الصحافة بقى، الجماعة اللي هم الصحفيين والكتاب والمسلسلات، موضوع فلسطين ده أخرنا قوي. الكلام ده من أول 75 لحد ما جه امبارح عبد المنعم سعيد بيفكرنا عن تبريد الثورة. الفكرة هي إني ما في جبهة، يعني دايما في جبهة بتخطط لقدام وبتشتغل الدولة كلها في الخطة دي. الدولة مش كيان هلامي، الدولة فيها مفكرين ومثقفين وكتاب. من المنطقي جدا ان مش كل اللي دول اللي شغالين في تنفيذ خطة الدولة دي اللي هم بيفكوا تنشنة المجتمع فاهمين الصورة اللي محطوطة، مش كلهم فاهمين، لكن كل واحد فيهم بيشتغل زي الترس في مكنة كبيرة. محدش عارف خريطة المكنة دي غير ناس قليلة جدا، زي ما قعد كده كيسنجر مع السادات. يعني أيام السادات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والمثقفين كلهم اشتغلوا على فكرة العبور والسلام والاستقرار والتنمية والنهضة، حاجات دي. بعضهم كان فاهم وساكت زي مكرم والشلة إياها دي، لكن أكترهم بيشتغل في القصة دي بدافع الوطنية والإخلاص ووهبل. في النهاية الكل شغال ترس في مكنة إعادة هندسة المجتمع، لحد ما توصل الفكرة لمجموعة مثقفين في منتدى في اسكندرية سنة 2018 وصلتهم الفكرة خلاص، فبيتكلموا على قضية فلسطين على أنها قضية بين 2 شعبين، يعني بين شعب فلسطين وشعب الكيان الصهيوني. حتى ما حدش يقول الصهيوني، حدش يقول كلمة الصهيونية، ده اليهود والفلسطينيين، وكأن المعركة في أمريكا اللاتينية. التبريد اللي حصل لقضية فلسطين هو اللي حصل لثورة يناير، نفس اللي حصل من بعد الثورة واشتعل بعد الانقلاب. كل اللي اتكلم عن الفوضى وأهمية الاستقرار ولقمة العيش والبلد واقفة، كل اللي بيقول لك
عايزين نهدي عشان، وبعدين لما توصل دلوقتي يقول لك مش احسن من سوريا والعراق. كل اللي شيطانه الثوره وثوار يناير، كل اللي بيعتقل وبيعذب، كل اللي بيمجد في نظام مبارك او النظام العسكري بشكل عام، كل ضابط استخدم سلاحه ضد المصريين، كل قاضي استخدم القانون لقمع الحريه، كل اعلامي ومثقف بيستخدم قلمه ولسانه زي اخ حمد رزق لنفاق السيسي، هو في النهايه كرس في مكنه اسمها تبريد الثوره. حتى لو كان بعضهم بيشتغل بمنتهى الحماس والوطنيه وحب البلد، بس هو مش فاهم. هتيجي بقى تقول لي يعني معنى كده ان هو ملوش ذنب؟ اقول لك ابدا، استحاله. احنا بس بنحاول نفهم لكن مش بنبرر. وزي ما بيقولوا كده النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، أو زي بيقولوها كده بلغة تانية، الطريق إلى الجحيم محفوف بالنوايا الحسنة. أي حاجة بتعملها ضد الحرية والعدل والكرامة الإنسانية والمساواة فهي باطل، حتى لو كانت بتمسح بثياب الوطنية أو شعار محاربة الأعداء أو التمسح في كلمة المؤامرة العالمية. حتى لو كانت رفع الشعارات دي، أي شيء يحارب العدل والكرامة الإنسانية والمساواة باطل. البشر أهم من الحجر، والوطن الحقيقي هو الناس، ولو أي حاجة عملتها ضد الناس فهي ضد الوطن. من الآخر مالكش حجة، وأنت بتضحك على نفسك أو على الأقل بتريح ضميرك، وحابب كده تضحك على نفسك وعلى ضميرك. ومش مصدقني جماعة بقى بتوع منتدى اسكندرية دول، أو حتى الصحفيين اللي زي حمد رزق، عايز اقول لهم اسالوا كل التروس اللي كانوا في مكنه عبد الناصر والسادات ومبارك. ونروح بعيد ليه بقى؟ ما تسالوا حازم عبد العظيم، دكتور حازم عبد العظيم. الراجل اعترف ان نيته كانت مصر والوطنيه والمستقبل، لكن هو نفسه اعتذر في الاخر بعد ما اكتشف الحقيقه، واكتشف انه كان مجرد ترس في جنون وحلم السيسي بحكم مصر، وقال انا اسف إن اشتغلت مع واحد زي السيسي، واعتذر كمان على 30 يونيو. حازم عبد العظيم نموذج رائع للقصة دي. أنا زعلان وأنا بسمع مجموعة من المثقفين مالهمش مصلحة مع النظام ده بيتكلموا على قضية فلسطين على أنها قضية بين شعبين مختلفين على حاجة، وإحنا مالناش دعوة. صحيح مالوش مالناش دعوة، لكن تصوير القضية على انها قضيه بين شعبين واحنا كمصر مالناش دعوه، او احنا مش ما تخصناش، ده اللي كان عايزه كيسنجر لما قعد مع السادات بعد 75، لما اتفقوا على فك تعبئه المجتمع. وده اللي انت هتردده بعد ما تسمعه في الافلام كمان شويه والمسلسلات، على فكره ان الفلسطينيين خونه، انهم باعوا اراضيهم، انهم ما كانش ليهم دوله، انهم يقبلوا باي حاجه ويعيشوا السلام. كل ترس في المكنه اللي شغاله في المنظومه دي يسال نفسه التروس اللي قبله راحت فين؟ راح فين موسى صبري وعلي حمدي الجمال؟ راح فين الناس دي بقى اللي كانت بتبرر ان احنا دوله شرق اوسطيه مالناش علاقه بالعرب؟ السادات كان مع النهج ده. الناس دي بقى راحت فين؟ ماتت وقابلت ربنا ودعوتها انتهت. صحيح ليها تاثير زي ما بقول لك على مجموعه المثقفين، لكن في النهاية اللي يعي يعني ايه مصر، اللي بيحب البلد دي، اللي عنده وطنية بجد بس بوعي، هيدرك ان قضية فلسطين ماهيش قضية دولة او شعبين مختلفين، دي قضية مصرية 100%. نكمل بقى.